Látja! Látja! قربنا! شلونك؟ أهلاً حبيبنا. وحياتك سيدو، بتشوف لي هالورقة إذا كانت ربحانة أو خسرانة؟ لا تكرم عينك، هات لشو؟ خلي لي عينك. 24 ما في، 13 ما في، 5 ما في، 7 والله خسرانة والله. ولي الله خليك. وقديش خسرانة؟ لا بلدها 100,000 ليرة. 100,000 ليرة؟ منيح ما كانت خسرانة جاي في الكبرى. زمطنا. لي على قامتي. يلا تفضل. هذه 100,000 ليرة. شكرا يا آدمي. ما شو هزبون لقطة إذا. لا تلتو. مسوار لكل مشاهدي كوميكاس بلبنان، العالم العربي والعالم. نحن منشكر ثقتكم الكبيرة ببرنامجنا والتزايد المتصاعد بعدد المشاهدين يلي عم بيتابعونا وين ما كنتوا. باسم أصحاب هالبرنامج المنتجين والمعدين جيسكار لحود ونبيل عساف، بقلكن أنه نحن كتير مبسوطين أنه عم نقدر ننسيكن ولو لساعة من الوقت السياسي ومشاكلها والحروب ومصايبها. بس ضل عندي مشكلة مع شخص بعرفه وبيكرهني من دون سبب، واحترت شو بدي أعمل معه لحد ما نصحني نبيل أنه ألزقه كف. إيه، وصراحة استغربت كتير نصيحته وسألته أنه ليه بدي أضربه كف لهالشخص يلي بيكرهني من دون سبب. فكان جوابه كتير مقنع وقتها، قال لي ضربي كف، خليه يكرهك بسبب، هيك هو مش طايقك. وهلا منستقبل سوا بزقفة كتير كبيرة أنطوانيت عقيقي وفادي شربل. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور يا ريم. مونسوار أنطوانيت. يسعد مساكي. يسعد مساكي. بس دخلكم ليه دايرين عرب اليوم؟ شو القصة؟ صراحة يا ريم هيدا الموضوع صار لازم نحكي فيه. كيف يعني؟ شو كل هالحياة صايرة هاي وبونسوار وباي، ما في يا عمي مساء الخير، مساء النور، يسعد صباحكم، في اجمل منها الكلام هذا؟ يسعد صباحك. خلينا هيك يا رب. مساء الخير. يسعد مساكي. يسعد مساكي يا عفو عليك. عأساس طربوش شدنا معلق بالتوريفال. شوفي رح جرب وبوعدكم انه رح اشتغل على حالي، وشوفوني اخر الحلقه كيف رح اقول باي، اوكي؟ يلا بنشوف. أنطوانيت مين معك بالفريق؟ معي الكوميكازي ريمو صليبا والكوميكازي جوزيف عزوري. مساء الخير. زهينو، مساء النور، نوري. تفضلوا. شفتي هلا صرت انا الرئيس ببعتي انا. في معي اليوم الكوميكاز فادي عيسى. الكوميكاز جورج حريق. لا فادي. مساء اهلا بربك. مساء الخير. تفضلوا. شفت محلتنا. يلا تفضلوا. تفضلوا. يلا شرفوا. اهلا وسهلا، شرفتوا. نحن فرد فول. تفضلوا. فادي شو اخترتوا اسم لفريقكم؟ نحن قبل ما نختار الاسم بيني وبينك، في نحن فادي وفادي، هون طالع برات السطر جورج، فصلنا اربع خمس ساعات من الصبح نطينا على دايرة نفوس وطلعنا رحنا عملنا له اخراج ايد جديد، غيرنا له اسمه، صار اسمه فادي حريق. فرجينا شوفي شرفك. شوفي ليكي. فرجينا ليكي. لك ايه مزبوط. مشان يصير ثلاث فوادي فسمينا الفرقة فوادي تيم. بتصدق انه انت بوادي يا فادي. بس انا بحس انه بيبقى له اكثر فاضي تيم. لا انت يا سوس راسك لبوس. لك كيف انت شو رايك؟ عجل فاضي مثل راسكم. نحن فاضي. ليك فادي، إذا أنتو فوادي تيم، أول شيء ما تعليدك بوجنا. أول شيء إذا أنتو فوادي تيم نحن فجبل تيم. نحن جبل تيم خيي، أنتو وادي نحن جبل. فوادي فوادي حلوة عزوري.
جيمي فايف. لا صايرين عم بتصعبوه علي كثير بهالاسامي. ما بيشبه السنديني اللي مشحلينه جديد. خلي كل واحد يختار منكم على السريع شخص لفريقه المساند ومنشوف الصور. واكيد ليديز فيرست انطوانيت، مين بتختار؟ بختار سميه انطونيو. انطونيو. اي يا فادي بدي بلش؟ رح بلش فادي. انا الله خليكي. انا عجبتني كثير ميرالين. ميرالين اوكي. مهضومه شكلها، مهضومه. عزوري. انا توفيق. توفيق. فادي تو. رح سميكم 1 2 3. فادي تو. كيفن. كيفن. ايه لك الشاب الحلو فوق. انا؟ نعم. ينعم عليك يا معز. جو. جو. فادي مسك الختام فما حتختار، حيبقى لك. بيلي نانسي. نانسي. بدي ادعي الفريقين المساندين انهم يتوجهوا على المسرح. رح رد لك تذكرتك. احنا ما ضيعت الحواجز. ما نوصل. ايه اهلا وسهلا فيكم، حطينا برصيد كل فريق منكم مبلغ 3000 دولار لنشوف قد ايه رح تضبطوا ضحكتكم لحتى ما تخسروا كثير من هالمبلغ، لانه مثل ما الكل صاروا يعرفوا انه مقابل كل ضحكه او ابتسامه واضحه بتخسروا 100 دولار من رصيدكم. شباب مع مين رح نبلش اول ستاند اب؟ نحن جبل. بلشي مع القوي. صح، مع السندين. بلشي من فوق لتحت. شو بدك بالعصافير؟ بلشي بالسندين. شو بدي بالشتله يا فادي؟ دخل الشتله انا. خلينا نكون مع اول ستاند اب مع جوزيف عزوري. أول شيء نحن فريق بلكي جبل، يا جبل ما يهزك ريح. أكيد يعني لهالدرجة قوية. طيب اعطينا شوية فايم من السندية. فيكي كثير هلا. والله أنا طالما نحن بالتلفزيون رح أحكيكم عن التلفزيون. في مرة يوم من هالأيام قاعد عم بحضر على شاشة مبرغلي بس بيفتخروا انه بالملون، عم بحضر حدا كتير مهم اسمه شيف انطوان. انتبهوا، مش انطوان، انطوان لانه بيكتب اسمه بالاو. طبعا شيف انطوان قاعد عم بحضر الكاتو عشوكالا. هلا كاتو عشوكالا ولقيت سكينة المرح وعم بيمرح وعم بيمرح الشوكالا وعم بيمرح الشوكالا، واز بدق التليفون. مين؟ مش انه قالوا مين معنا، ايه مدام تابت هيدي كل يوم بدق. بعد ما تابت هيدي ابدا. بعد ما تابت بتقول له شيف انطوان بدي اعزبك، لانه طبعا بتعيط له باسمه الحقيقي انطوان، بتقول له بدي اعزبك بروسيتة الفوارغ. هلا انه بين انا عم بتشط تريلتي على الشوكولا والفوارغ، صرت انه لا ما بدي. اخر شيء بيحط سكينة المرح وإذ ببلش يخبر عن الفوارغ، بقول لها مدام بتنطف الفوارغ من جوا ومن البرة من ال... تغري. أنا بصير لا 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 ما بدي، بغير بقلب. بحضر محطة تانية، بدي أشوف شي تاني. مين بشوف؟ بشوف محطة شغلتها بس الأكل. هو اللي بيقنوا بشغلتين أهم لستين، هن لذة السكس ولذة الأكل، جمعون بمحطة واحدة. هلأ دايما عندهم الحياة حلوة، ما بعرف ليه، بس كيف البرامج بتكون عندهم؟ بتكون هيك بحسسوكم الموسيقى مثل موسيقى الأفلام الإباحية، ببلشوا هيك. أجمل الشفية. أيوة أطيب الأكلات. وين ما بدك. يه يه يه. كيف ما بدك، كيف ما بدك، ساعة اللي بدك. دايما على ناف دوت تي في الحياة حلوة. سبحان الله الحياة قد ايه حلوة عندهم. هلا غريب عجيب انه نحن اكلاتنا اللبنانية ما نحق عليهم، نحق على اكلاتنا اللبنانية. اصلا حكمونا الاتراك 400 سنة، السلطنة العثمانية 400 سنة حكمتنا. شو جبت لنا؟ جبت لنا الاقطاعية بالاكل، جبت لنا داوود باشا، سلطان ابراهيم، شيخ المحشي. ليه خيي؟ ليه سموا اسامي منطقيه؟ قال بيقولوا لنا ليه ما بدكم تكونوا مثلا، ليه ما بدكم تاكلوا هالاكله؟ كيف بدي اكل اكله اسمها بابا غنوج؟
ليه؟ أم مثلا مين منكم أكل جزرية؟ بتعرفوا انه اكل جزريه؟ بتعرفوا انه جزريه ما فيها جزر؟ او مثلا مفروكه، بتعرفوا انه مفروكه هيدا الاكلت عنده مقطوع من الجزر؟ بتعرفوا انه مفروكه تجي مد؟ ايه شو بدك اياها تكون مفروكه؟ بتكون مفروكه. شو هذا يا عم؟ نحن من هيك مثلا بده يكفرونا، حتى بالاكل بده يكفرونا. لك في شيء اسمه زنود الست، في شيء اسمه عش البلبل. في اطيب منهم؟ في اطيب منهم؟ ايه يا ابو الريف، ما نسأله لرمون برضه. مرسي كلكم ذوق. خلينا نشوف كم مرة تضحك الفريق المساند لفريق فوادي تيم. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. سبع مرات وبقي برصيدهم 2300 دولار. زقفة كتير كبيرة لإلهم. وهلأ صار دور فريق فوادي تيم يردوا ويقدموا ستاند اب تبعهم. مين رح يقول ستاند اب؟ فادي عيسى ولا هلا بعرف انه في فادي، بس مين؟ اي فادي؟ دكتور شربي. دكتور شربي منكم مع فادي شربي. صدق بتصدق؟ صدق. راسك لابوكو. بنجورك بنجورك. مساء الخير يا جماعه. بدي احكيكم بالشغله. اول شيء نحن كلنا كبار هلا، معك ما في صغار، فبدي احكي انا بنقز شوي بس طبعا دخيلك انا. ماشي الحال. طيب اول شيء رح نبلش يا جماعة، أنا بعرف إنه كلكم بتلعبوا فيه. إيه لا طولوا بالك. لا تفضل، هذا أول واحد. طول بالك. لا مش هالقد. وكلكم تكمشوا بإيديكم، صح ولا لا؟ لا غيب عن وعي. شوف النسوان بهالأيام، النسوان ما عم بتشيلوا من إيديها. أبدا. حتى المرة بالليل لو بيصير لها تحطوا على تمها وتنام ما بتقصر. لك لك كيف استحوا لك احمر ولك ازرق ولك عن شو عم نحكي يا جماعه اليوم؟ عم نحكي عن السلولار. موبايل دخيلك. السلولار السلولار سلولار. ايه طولوا بالكم دغري نقزوا دغري. هيدا الاختراع اسمه سلولار، هذا اختراع فاشل وبيخرب بيوت المجوزين مثل حكايتنا. ليه؟ لانه بقاش فينا نتحلفظ، يعني وين ما بنكون مرتنا تك 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 الو وينك؟ دايما ما في الو، دايما وينك يا زلمه؟ ليه؟ مرتنا دغري وينك؟ دغري بيكمشونا، يعني قبل كنا نقول نحن مش بالمكتب، نحن مش بالشغل، لا لا، هلا وين ما تكون بالاسانسير تحت الارض وينك دغري؟ والاضرب من هيك هلا صار شيء، في شيء بالتليفون بيعرف وينك، مزبوط؟ يعني بتدق لي مرتي هذيك مره، شو عم تعمل ببرج حمود؟ لحما شو عرف انه انا ببرج حمود؟ عندها هيدا ما بيتسمى. شو قالك شغل بعنط الياس؟ شو قالي شغل بعنط الياس؟ الله يسعدني انا قالي شغل بعنط الياس. غير زيت. غير زيت طبعا. والمهم بهيدا قصة السلولار، اهم شيء انه بيريحك وبيريحك. يعني بالليل بتكون انت تعبان نايم الساعة 2 الصبح، شو بيجيك؟ مساج 2 الصبح بتقب الحما، مدري مين مات، مدري شو في بالبلد، مدري شو صار. شو كاتبين لك بالمساج؟ الخس ب 500 ليرة. الخس ساعتين الصبح، الخس ب 500 ليرة، حبة الأناناس ب 2000، وبيض الغنم ب 5500 ليرة. إنه الثاني الصبح شو بدي ببيض الغنم؟ أنا حدا يقول لي الثاني الصبح شو بدي ببيض الغنم؟ ولا أضرب من هيك، ما بدك تغط عينك بشيك التويتر، هونيك التويتر هذا اللي عمله لبناني، لأنه بيوترك التويتر هذا. بيحطوا لك انه اليوم ما بده يضرب اوباما، اليوم متضايق اوباما، نفسيته تعبانه. كان بده يضرب بعد الظهر بس اجى غدا ما مش قادر. ايه غدا مأخر. ايه ما مأخر. قال لكم بضرب بعد بكره ولا كذا، قال وشعور، قال خلينا هلك خي بدك تضرب ما تضرب، ضرب تضرب اكثر. العامة ما اسالك. واهم شيء، اهم شيء على وجه الضو بكون بعد ما نمت كمان تويتر شو؟ قال لي قطيع معز مجمد بشمال النمسا، ولك ينبروا يجمدوا، انا شو دخلني الساعة 4 الصبح مجمد؟ غيتوا، بس له فوائد السلولار يا جماعة، مثلا شو هي الفوائد المهمة؟ إنه كل شخص فيكم بحط للاسم يلي موجود بحط له رنة خاصة، يعني إذا دق هذه الرنة بتقولي برد عليه ولا ما برد عليه؟ مثلا إذا دق لي ريمون صليبة شو حطيت له رنة أنا؟ راسك لبوسو. راسك لبوسو. لا إذا
إذا دق لي ريمو صليبة حط له غنية يا حلا اعمل له غرة وغرع له قلبه شي مرة يا حلا اعمل له غرة. أما إذا دقت لي ران هونيك شو حاطط لي راني أنا فوق المتر وسبعين تقبرني ديتا هالحلوين اسم الله عليها. يعني كل واحد حط له رني على ذوقه. أهضم شي بهالقصة إنه مثلا أنا حماتي بس تتصل فيه شو حتطلع؟ إسعاف. لا يا حماتي مرتي إذا اتصلت فيه شو حتطلع رني؟ نوبة غزير. هذا تبع العلم هذا تبع العلم إيه طبعا. بس الخطر وين؟ إنه أنا بالبيت مرة دقيت لمرتي كانت تحت بدي أحكيها شو حتطلع رني؟ لإلي أنا بحبك يا حمار. لا ساتر حبيت أخذت لحظة بدنا تفلوا لحظة شوي قبل اجاني مساج شو بيقولوا مساج؟ طمنوا انه صاروا الخستين ب 250 ليرة ميرسي يعطيك العافية والسلامة. بنهاية فقرة كوميستانت خلينا نشوف كم مرة تضحك الفريق المساند لفريق جبل تيم. نشوف سوا. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ثمان مرات وباقي برصيدهم 2200 دولار. وهلا صار وقت الوقفه القصيره مع البريك. قبل ما سوري رايم فينا ناخذ بريك؟ ايه فادي شو حريق شفت لي هالبطحه العرق تبعي وين؟ بطحه العرق تبعك؟ ايه شو بعرفني وانا بدحشها؟ قوم لنشوف بدحشها. هيك بيحكوا هيك بيحكوا مع جد. قوم وين هيدا؟ فاذا بنروح على كومي بريك قصير لنشوف وين مضيعين هالبطحه. بدكم تنتبهوا كتير منيح إذا حدا منكم راح فرنسا لأنه مش كل النسوان نسوان ومش كل الرجال رجال. Avec les filles je ne sais pas, je ne sais pas quand il faut, quand il faut pas, quand il faut pas parler du temps bien parler d'amour. جدو لك ما فيش حدا هون. لك كيف يا عم ما فيش حدا عم ترد علي؟ ما فيش حدا هون. مين؟ ولك انا ستيف مين ستيف؟ ولك انا ستيف ابن ابنك. ما عندي ابن ابنك اسمه ستيف. مين ستيف؟ وجدو انا ستيف استفان. ايش حتعمل هون يا اصطفين؟ عود بدك تاكل يا اصطفين؟ لا ممنون جدي جدي مش جعان ممنون بدك تاكل يا اصطفين؟ جاي تعمل لك انا جاي تعمل يا اصطفين. اشك داحش بجيابك يا جدي؟ هنا شنتين ستة. ايش عم بيعمل بجيبتك؟ كنت عم تبخ الدنيا لما ينع على المنشر حتى ايش بدك بالاخبار انت بدك تاكل اصفر؟ لا بديش اكل بدي عمل غمل. ساعدني يا اصفر ساعدني. وجع ايه وجع يا اصفر وجع. رجع طل لك وجع ايه وجع وجع رجع يا اصفر رجع عمالك رجع يا اصفر. لا خدني على اليمين شوي يا اصفر خدني على اليمين كترت يا اصفر. لا كترت رجع شوي رجع رجع لورا لورا لورا. يلا خلص طفيا ونزل منها. بدك تاكل اصفين؟ لا ممنون هلالي. لا جدي مش عاهد جدي. ايه انا جاي اودعك. فير الله ولا فيرك بعدني منيح ليش بدك تودعني وروح هاي؟ جدي انا جاي خبرك مسافر. سافر؟ إيه؟ روح الله لا يردك ليش ما بدك تسافر؟ انا مسافر. سافر روح الله لا يردك. لوين مسافر؟ انا رايح على فرنسا. روح الله ما لوين؟ على فرنسا. لا يا جدي فرنسا بلاها. ليش بلاها؟ بلاها فرنسا بلاها. وليش بلاها؟ بلاها فرنسا بلاها. لك يا جدي اشبهها.
مالا بها بلاها بلاها اش بدك فرنسا بلاها ليش انت رايع على فرنسا ليش بك تبعت شي جدي انت رايح قبل مرة على فرنسا كيف انا رايح جدك بارم الدنيا اصفين بارم الدنيا بقلب فرنسا انا يا اسطوين والله وين يعني ايام الجنرال غراب اعطولنا اثنين عسكرية يا اسطوين حطونا بظهر هالببور ونزلوا فينا نزلوا فيكن لك نزلوا فينا على فرنسا نزل ايدك يا اسطوين نزلوا فينا على فرنسا ايه صلنا لهونيك واخدوا يبرمونا بفرنسا يا اسطوين ايه زدي وين اخدوك اخدونا على الشارع اللي فكرك منه ضلال ومشينا باخر الشارع تبع النسوان يا اسطوين ايه جدي بدك تاكل اصفين جدي لا كمل يا جدي كمل بليز ضلوا ماشيين على اخر الشارع وصلنا على بيت عاد عاد شو عاد مخك عاد شو هيك جوا يا اصفين جابوا لنا هونيك مرة ايه اولها هون إيه؟ واخر امشي لدلك ايه يلا ها لك وين لك عاد يا اصفين ايه عيونها هاي مدري هيك منش متذكر مزبوط عليا شفتور يا اسطوين هيك اطمعني ابو خليل وفوت ليا ما كانش يفوت ليا ليش ما كانش فوت ليا استوهمنا ليش استوهمنا الا جوزي هون الا جوزي هون استوهمنا فوت ليا ابو خليل كانش يفوت ليا خاف جدي انت خفت منا انا بدي خاف منا يا اسطوين فتت ليا انا يا اسطوين ايه فاتت ليا يا عصفين ايه وصلتنا لجوا يا عصفين ايه قلت لها شلحي لي ايه شلحي ايه وجدك اخد بطحة العرق معه ايه قلت بشرب بلعة لا استمتع ايه لقطت بطحة العرق هيك يا عصفين وكع كع كع وحطيتها على الطاولة قدامي يا عصفين ايه جدي ايه رجعت لأقعد ايه وجع وجع ايه وجع يا اصفين وجع يا عمي عاش عادت انا على البطحة يا عمي له البطحة ها ايه يا عمي قمت خلت بلعة لأتأكد منها رجعت لقط البطحة هيك وخلت بلعة منها على هاي البطحة ها رجعت لعود يا اصفين وجع 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 ما بينحمل يا اصفين قوم يخف الوجع اقعد وجع وجع يا عمي في جن البطحة هون عاش هالبفاية انا قوم ايه يخف الوجع اقعد يا والله وجع وجع يا عمي عاش قاعد انا ايه لك هالفرنسوية ويني هالفرنسوية طلعت ملقيتها برامت هيك لقيت مخها هون ايه برامت هيك لقيت جرايا هون ايه ضربت ايدي هيك طلعت دوم الفاس كيف دوم الفاس كيف دوم الفاس مرة من فوق بطحة من تحت يا اصفي مرة من فوق زلمي من تحت يا اصفي طيب انت كيف حسيت وجع 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 يا اصفين وجع بدك شي جدي تقوم خبر ستة انا خبرك النزع ايش بدك ستك ستك فانا هون ستك يا جدي بدي خبرك ما انا هون هيلاني يا جدي بدي خبرك لو انا هيلاني هون انا بقول لك عرض غدا يا جدي بدي خبرك انا مسافر خلص انا بخبرها روح ما انا بلا مسافر روح الله معك روح طيب خاطر ليك اصفين وقت تشرب عرق بفرنسا يا اصفين لا واذا شربت عرق خلي ظهرك للحيط اصفين ايه وهولي اللي بقالوا جوزي من فوق ايه لا تقرب عليهم يا اصفين يبقالوا مبطحة من تحت مبطحة من تحت وجع وجع خلينا نعد سوا كم مرة ضحك الفريق المساند لفريق الجبل تيم مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة
10 مرات وبقي برصيدهم 1200 دولار. بعد البريك رح نشوف مشهد كتير غريب لأنه مونيك رايحة على المخفر تتشكى على جوزة الميت. كومي بريك ورجعين. رجعنا من بعد البريك. قبل ما ترجع أهلا بريمون. شو ريمون؟ شو في؟ أنا شويش ريمون. اوكي فهمت؟ فهمت. بدي ايديك لقدام. ليه شو في؟ ها ما في شيء. حلوين ايديك، بدي اتفرج عليهم. لك شو عملت يا ريمون؟ شو عم تعمل؟ هذا الاكليدور اللي حطيت. ريمون شو عم تعمل؟ لا عم بعمل شيء. لك كيف؟ ولك هني. لك شو في؟ كني شوي يخرب بيتي. شو عملت؟ شو حطيت لك الكلبشه؟ شو لك عملت؟ ايه بس شو عملت؟ كلبشه؟ شو عملت؟ انت شو عملتي؟ ماشي واحد زلمه على الطريق لشي ولا شيانه هيك جيتي وطرقتي بهالكف هريتي له سنانه. الله لا يوفقك يا نبيل عسف على هالنصيحه. ايه يلا شرفي معي على النظاره. جسكار ساعدني. لا شو بدي ساعدك جسكار؟ ما في جسر صايد عندنا. الجسكار ساعدني. بعدين تعرفين شو عامله بالناس؟ بس انا ما عملت شيء مقارنة من اللي عم يعملوه الناس بهالبلد. ولك عاملة ومكترة انت. ها قبلك شو عاملة؟ ها خليكي معي. يوسف عمرك جننتينا وفليتي وما حكيتينا، بسحر عيونك علقتينا، حرام عليكي حرام عليكي يا بلد. ولك يا ولد يا ولد ولك يلا روحي براءة. يقصف عمرك جننتينا وفليتي وما حكيتينا، سحر عيونك علقتينا، حرام عليكي. بونجور بستني. بونجور بستني. ولك بونجور دم لبسيتنا. انت بسلاحك. اهلا اهلا مرحبا. اهلا مدام. اهلا مدام. شرفت المخفر. ميرسي. جاي اقدم شكوى على المرحوم جوزي. نعم شو اقدم شكوى على المرحوم جوزي؟ نعم جاي اقدم شكوى على المرحوم جوزي. يا عمي حدا بيقدم شكوى ضد مرحوم؟ انا بدي اقدم شكوى ضده. ليش؟ لانه بلا خصيه. قليل الخصيه بشكل يعني صدقني هو عايش هو ميت زيت الشيء بالحالتين. قليل الخصيه على الاخر. ها يعني قصور بعلب المرة. على الاخر ما يعني ما اثر عليك شيء ولا شوي ولا نتفه مثل بعضها هيك وهيك زيت شيء. بس يا مدام صعبه انك تقدمي شكوى ضد واحد ميت. يا خي فشل لي خلقي. ولك فشل لي خلقي. بدي فش خلقي. بدي فشه. فشل لي ايه؟ ولك فشي. رح فشه. فشي. ورح فشه. ولك فشه. فشل لي ايه؟ انا فشل لك ايه؟ انا بجي يا مدام. اكيد انت مين لكن امر الله هو عايش ما في الشينه. على القليل نفشه هلا. فرجيني اياها. شو بدي فرجيك يا مدام؟ هاي بقى ما لك العالم لو لا خلصني خلصني طلعها وفرجيني اياها. بقى انت وعدتني بس فشل لي خلقي. طلعها بقى وفرجيني اياها. ولك شو بدي طلعني فرجيكي؟ عيب يا احترمي حالك. ولك يا خيي هيدي اللي هالقد اللي هالقد. لا هي مش هالقد اصغر بشوي. ما شاء الله. اذا بشوي مش مشكلة بس طلعها هاي اللي بتكتب عليها. ما بكتب عليها ابدا. لا 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 لا. لك يا خي في وحدة هالقد تكتب عليها الشكوى. المحضر. ولك ايه ورقة المحضر. ولك معقول المحضر بلا معنى؟ يخرب بيتك وديتيلي افكاري لغير مطرح. هالقد ومدري ايه. لكن فرجيني اياها ورقة المحضر بلا معنى.
تنعمل محضر إذا بتريد وفش غلقة. ايه تكرم عينك. ها شو اسمك؟ مونيك. ما سمعت من أول مرة شو اسمك؟ مونيك. ايه بتمتع. اسمك بلا مربع يا مدام. أنا؟ عادي لا سمع فيه الاسم قبل مرة. اسم جوزك؟ حبيب. كنت غنج وقل له حبيب حبيب حبوبتي. والله هو يغنجني ويقول لي مونيك مونيك منوكتي. كان يغنجها مونيك مونيك منوكتي. بلا معنى. ليك نعم القصة وما فيها ايه تفضلي انه نحن عنا جنينة والجنينة فيها نافورة. ايه نافورة نافورة بترش مي هيدي هيك بتطلع. ايه فجوزي قبل ما يموت وصاني اهتم له بجنينته ونافورته. تهتم له بنافورته. ايه طيب بس انا ما بعرف لوحدي. ايه طبيعي لوحده واحد مأذية. مش عم بعرف. ايه بدي يكونوا اثنين. ايه مش عم حب اشتغل فيها لوحدي ما بقدر. سأليني الي امبارح بدي خيارة نزلت عجنينتي في خيارة هالقد في خيارة هالقد في خيارة هالقد في خيارة هالقد اياها لازم اقطوف. اللي بتعني لك اكتر يعني انه نزلها شو بدك اياها؟ انا كلهم بيعنوا لي بس انا كنت بدي اقطف وحدة لاكبسها. مأزية. إذا بدك تكبسية مفروض تنقي وحدة هالقد وقاسية. قاسية. بلا معنى يعني. هلا أكيد بدي نقيها قاسية على الأكيد رح نقيها قاسية لأنه إذا كانت طرية دغري بتدبل وبتغلط وبتفوخر وبتعصمي سيك مدري كيف. بعدين الرمانات عنا. طيب في رماني هالقد وفي رماني هالقد وفي رماني هالقد ايها الطيبة ما بعرف انا على حسب علمات الرمان اللي هالقد اتشبشي. عمسكة الايد يعني اللي هالقد كلها سيليكون. كلها فيتامين. هالقوة حاطين لها هيدي الابرة اللي عرفت ايه هون تتصير تتصير هالقد. ايه مثلا مثلا بعدين العريشه مثلا العريشه كان المرحوم مسنده بعمود. اينا اتهب الهواء طار العمود ووقت العريشه. ييه. شو بدي اعمل انا؟ جربت وقفه بايدي ما مش الحال ما كان يوقف معي. ييه. ما قالك بالعاده توقفي؟ بلا كان يوقف كان يوقف. وهلا لا هلا ما عم يوقف معي. مش كيف زعلت نقهرت. ايه حطيتي بقلبي. ايه اخر شي بعت ورا السنجري. ما شرف حضرته رحت جبته بايدي. عافاكي. سجل اذا بتريد. راحت جبته بايده. جبته بايدي وجرب هو كمان يوقفه ما كان يوقف معه. يا خشليتي ما كان يوقف. ما كان يوقف معه؟ بس ما عم خبرك. ييه. ما القسطر رفيع. اي نعم. والنقر كبير. صار يلقلق. هو جرب يفوته؟ جرب يفوته صار يلقلق وصار يخض خض ما مش الحال. ايه. ايه. شو عملتي؟ قطشت له اياها. لكن ما قطشت له اياها؟ ايه. شو بده يقعد عنده نص نهار ومثل قلته؟ قلت له ضب كليكيشك وفل قطشت له زيارته. وخلص. قطشيله للزيارة؟ ايه. لك قولي بلا معنى. بلا معنى قطشت له اياها وبعته على البيت. فكرت قطشيله للزيارة. انا ما قطشت له اياها بلا معنى للزيارة. للزيارة بدي سجل عندك عفير النحل. عفير النحل بطرف الجنينة. ايه انا بدي امرق بدي هيك دوق لحسة براس لساني. اجت نحلة وعقصتني فيه. بإصبعك؟ ولك لا فيه فيه. عقصتها فيه؟ عقصتني فيه وورم وصار هالقد. وحياة شواربك هالقد صار. بس تعز شواربك يعني انه
بس انه حلو هالقد يعني مش عاطل. لا مش عاطل بس شو بدي اقول؟ ما في احكي ولا كلمه مع قصتنا فيه. ليه بتحكي منه؟ انه اكيد بحكي منه. ليش انت ما بتحكي منه؟ لا انا بحكي عنه. يا عيب الشوم. ليه؟ يا عيب الشوم نزلت من عيني. لوين؟ انا عم بحكي عن لساني. انا كمان كنت عم بحكي عن دينتك عن لسانك. عن لساني. لساني عصبني بلساني. ايه؟ ورم وصار هالقد. ايه عصا وصار هالقد. وبعد بدك اكتب شيء بالمحضر؟ لا خلص بكفي هالقد. هلا اني انا بدي احط لك واحد. واحد بكفي؟ هلا اني اذا بدك اثنين ثلاثة بحطها شو رأيك؟ حط ثلاثة أحسن زيادة الخير خير. حسب الأمبيونس. رح حضر لك شو اسمه طابع بريدي. شكرا. في عصبة تحطه هون قدامي على الطاولة تقضي لك عليه. بعد هذا الحديث كله بدك اقطع الطاولة وتمضي لي على ايه بدي عصبك حطه هون قدامي على الطاولة تمضي لك. سوري ما 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 بتزبط حط لي. طيب في اطلب منك خدمة؟ ايه تفضلي. فيك تقيرني في تسند العريشة؟ سوري بس ما انا مسند في الطاولة. بتبيعها؟ مع السندة. هذا كله بلا معنى. ايه كله بلا معنى. كله بلا معنى. خلينا نعد سوا كم مرة ضحك الفريق المساند لفريق فوادي تيم وبلا معنى. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداشر مرة، وبقي برصيدهم مبلغ $1,200 بس أكيد بمعنى. خليكن معنا لنهاية الحلقة لأنه بعد البريك في تنافس قوي كتير بفقرة كومي جوكس مع نكت جديد مثل ما عودونا، ومن بعد النكت منشوف شو رح يبقى برصيد كل فريق من الفريقين، وإن شاء الله ما يضطروا أعضاء الفريقين المساندين أنه يدفعوا لنا من جيابهم بدل ما يقبضوا منا. كومي بريك قصير ورجعين. الفقرة الأخيرة بحلقتنا لليلة بحبوها الكبار وصغار، وهي فقرة الكومي جوكس. رح نشوف مين رح يضحكنا أكتر بنكته، ولكن قبل خلينا أسألك جار شو جديدكن؟ جديدنا تحضير. نعم مسلسل كوميدي شوي غريب من نوعه. افتح له هلا دقي. كوميدي من نوعه معدوم كثير، وفي ممثلين نجوم كبار من الله راد. تقريبا بعد في شيء 4-5 ايام تصوير وبنكون ناهيينه. غلبات الراد اسمه ضايعه والانيها، يعني هي فيها لعب انه ضايعه او ضايعه، ضايعه وضايعه والانيها. طيب هو اسمك رح يضل فادي ولا جورج؟ لا اسمي دميان. بالتوفيق لكم. رح نبدا بالنكت ونبدا معك انطوانيت. هالمره واحد ختيار قاعد هو وصاحبه، قال له يا زلمة اشتريت سماعة بتسمع من هون للصين ولك وزة البرخشة بسمعها، كل شي بسمعه، سيارة أميرة على الأستراد هونيك بسمعها هون. قال له قد ايه سعرها؟ قال له 1.5. انت سريلانكية اجت على لبنان، اشتغلت هون بلبنان شي سنتين 3 سنين ورجعت على سريلانكا. كيف لبنان؟ مبسوطة؟ قلت لهم انبسطت. ماشي الحال كثير منيح. تعلمت العربي؟ قلت لهم تعلمت العربي. قلت له لشو صرتي بتعرفي بالعربي؟ اجت كهرباء رحت كهرباء، اجت كهرباء رحت كهرباء.
وحده راحت تتصوف بالهند، وصلت على محل ما رايحه تتصوف، قال لها المسؤول ليكي هون ممنوع الحكي، ما بتفتحي تمك غير ما انا اسمح لك. قالت له اوكي. فاتت على اوضتها وغابت 5 سنين. بعد 5 سنين بعت وراها قال لها بحق لي كلمتين، شو بدك تقولي؟ قالت له الاكل بارد. قال لها اوكي. راحت على اوضتها صار يسخن لها الاكل ويوديه لهن. 5 سنين ولا كلمه. بعت وراها قال لها كلمتين. قالت له فرشه قاسيه. قال اوكي. راحت على اوضتها غير لها الفرشه. بعد 5 سنين ثالثين بعت وراها قال لها كلمتين. قالت له بدي فل. قال لها احسن، من وقت ما جيتي ما في غير بتنقي. ال في واحد بخيل 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 كتير، عنده شركة، عنده شركة بقى ما فيش أبخل منه. إجا موظف لعنده قال له مدير أنا إلي 25 سنة بشتغل بالشركة عندك، بعد مش أخد ولا نهار فرصة. قال له إيه حبيبي شو وين المشكلة يعني؟ ما كل الموظفين ولا واحد أخد نهار من 25، في ناس قالت 30 سنة مش عاطين ولا نهار فرصة، شو المشكلة يعني؟ قال له لا بس أنا اليوم بدي عيد زواجنا بدي أعمل يوبيل 25، اللي 25 سنة مجوز ودي أعمل يوبيل 25 وأنا اللي 25 سنة مش مفرص، بليز إذا في مجال، إذا في مجال تعطيني هالنهار تروح أعمل يوبيل 25 أنا ومرتي. فكر هذا البخيل مزبوط. قالوا لك حبيبي رح أفرصك بس والله العظيم إذا كل 25 سنة بدك تجيني بهالموال شو المصير. منيح هذا حبيبي. يلا دورك. أنا في واحد احترق جسمه، احترق جسمه كله سوا معطر يعني، راح الحكيم قام وصف له مرهم للحرق وحبة فياجرا. قال له يا أخي طيب مرهم للحرق فهمنا بس لشو حبة الفياجرا؟ قال له يضل الشرشف بعيد عن جسمك. سعاد سعاد عم بتدرس اختها فرد الفرنساوي، عم درسها فرد الفرنساوي. بيوصل خطيبة لسعاد، بتقوم سعادي وخطيبة بفوتوا على الأوضة وبسكروا الباب. هلأ اختها عم تكمل فرد الفرنساوي لوحدها في مطرح ما عم تعرف. فاتت لعندها دقت على باب الأوضة، قالت لها اختي شو الأعضاء التناسلية تبع الرجل بالفرنساوي؟ قالت لسعاد والله يا اختي ناسية بس على راس لساني. قاعدين هيك جروب صبايا وشباب بلا زغرة بالموجودين حاطين دمعة، خليكم بلا زغرة بحضرتك دمعة حاطين دمعة وقاعدين وكذا، بقوم واحد لف بعدين باس رئيس مرسي حبيبي. شو حاطت باتاكس اعطيني اخذ هيدي لغتهم انه بس قاعدين ثلاث اربع ساعات الشباب والصبايا لله وقعد بيناتهم انحشر. قال له شو بك؟ قال له فوت على الحمام. قال له ايه قوم ايه مدك ضل جاي دق على الباب ايه بعد بطلع لبرا. قالوا له كخي شتي وسقعه وبرد برا طايف الدنيا. قال له بطلع لبرا بطلع لبرا خلص ما فيني اضغطها اكثر محشور ما في اضغطها محجور لطايف الدنيا برا. قال له خلص بده يطلع ظهر لبرا تهدى بالعمود هيك نزل بنطلون وصار واقف. يا ويلي بنو محشور نعم بتصير معنا بس تكون محشور. عشر دقيقة ربع ساعة ما فات نشغل بالهم الشباب. قال له طلع عليه شوف وين صار ضار لبرا لقى مهدب العمود بيعمله يا ويلي. قال له شو عم تعمل؟ قال له عم بول. قال له شو عم تبول؟ قال له قال لك ربع ساعة برا. قال له ايه عم بول برا طلع فيه. قال له خي ما في شيء ما خلصت قوم فوت. قال له يا خي. قال له ليه قوم فوت هذا صوت المزراب. قال في خمس شباب أصحاب كتير ما بيفترقوا من هن وصغار ما تركوا بعض ولا مرة عطول 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 سوا. واحد منهم بدو يتجوز قعدوا هوليك الأربعة عم يندبوه مش عم يشتقوله ومستفقدين. بيقوم بيقولن واحد يا شباب تعوا نلحقوا على الأوتيل معقولة هيك تمروا الليلة ما نشوفوا تعوا نلحقوا على الأوتيل. قال له صاحبه بس ما بيخلونا نفوت. قال له ما يخلونا منتنقوز عليه عن الشباك. قال له أوكي راحوا على الأوتيل.
طيب الشباك اول طابق، قال لهم واحد ليكو انا بوقف، انت بتطلع على ظهري، انت على ظهري، انت على ظهره، بصير راسك على الشباك بتقلنا شو عم بتشوف. قال لهم اوكي، طلعوا على ظهر بعضهم، فوقاني على الشباك ناطر. قال لهم فتح الباب، فتح الباب، فتح الباب، فتح الباب. فاتت العروس، فاتت العروس، فاتت العروس. شلحت الطرحه، شلحت الطرحه، شلحت الطرحه، ضو العريس الضو، ضو الضو، ضو الضو، ضو الضو. شلح، شلح العروس الفستان، شلح الفستان، شلح الفستان. شوي العريس سمع ضجه، قرب صوب الشباك، قال لهم فوقاني، اجا اجا. قال له انا كمان، انا كمان، انا كمان. بخبر انا نكتة؟ يلا. قال في واحد قاطع بالاشرفيه، لقى ارمه هيك كبيره مكتوب مساعد طبيب نسائي، المعاش 5000 دولار بالشهر. طلع هيدا تلقى بدموزيل، فات على فات لقى دموزيل، قال له شو قريت اعلان برا انه مساعد طبيب 5000 دولار بالشهر، انه شو هالوظيفه؟ قالت له ما بدها شيء، الوظيفه كثير هوينه، انه بس تجي المدام او الدموزيل حضرتك تستقبلها، بتاخذ رقم تليفونها، الايميل تبعولها، الفيسبوك، بتفوتها لجوا، بتشلحها ثيابها، بتعمل لها دوش، بعد ما تعمل لها دوش اكيد بتنشفها، بتعمل لها ضربه مساج، بترجع بتلبسها الروب دو بان وتفوتها عند الحكيم. قال لها وامتى بدي بلش بالوظيفه؟ قالت له ما بدها شيء، بدك تطلع على عكار. قال لها ليش الكلينيك وين؟ قالت له لا الكلينيك هون بالاشرفيه بس الصف واصل لعكار. عزمه، عزمه صاحبه على العشاء، عزمه صاحبه على العشاء، قال له بتروح تتعشى عندي؟ قال له ايه بروح. قال له بتعرف وين بيتي؟ قال له لا. قال له بتوصل على سن الفيل عرون بوين صالومي، بتطلع اول مفرق على اليمين بتقرب مفرقين، ايه حتى مفرق تاني مفرق بتفوت على الشمال، اول بناية لا تاني بناية، بتوصل على البناية بكوعك بتكبس على الانترفون، بتكبس بفتح لك انا من فوق، بتلبط البوابة بإجراك، بتفوت بتوصل على الاسانسير بتطلبه بدقنك، بتلقط الباب بسنينك بتفتحه، بتوصل لعندي لفوق على الباب بدق الجرس بكتفك، بفتح لك انا وبتضلك فايت. عرفت وين؟ قال له ايه بس ما عرفت ليش ما فيني استعمل دي. قال له ما تكون جاي داك فاضيين يا نور. قال في واحد احوال حكمت عليه المحكمه بالاشغال الشقه، عطوه ابره وخيط. أم العبد بعد 50 سنة هي وأبو العبد، أم العبد بعد 50 سنة هي وأبو العبد مزوجين، عزمتها جارتها، قالت لأم العبد، قالت لها شو؟ قالت لها ده لكم مزوجين؟ قالت لها 50 سنة. قالت لها شي مرة حاضرة أفلام سكس؟ قالت لها لا. شو أفلام سكس؟ قالت لها عادي، حطت لها فيلم بورنو وحضرته. عادي حضرت، يلا شفنا شفناك الطمانة حمل حيرة، طلعت لعند أبو العبد، إجا أبو العبد معشان بينام معه. قلت له أبو العبد، قال له شو؟ قلت له أنا 50 سنة مجوزين، شفتني شي مرة فتحت تمي؟ قال له لا. قلت له بس ما تزعل مني، من 50 سنة لهلأ شغلك كله غلط بغلط. الفديق أخذ حبة فياجرا، كل ليل دق على باب الجيران، داخلكم الدجاجي ولا من التلاجي؟ علينا ولا هيدي سريعة وبسيطة. قال في دب حرام فدغ راسه، قطبوا له ايه؟ مشان هيك سموه دب قطبي. فكرت الدب اللي بيرقص. طب واحد لما طرق سيجارتين حشيش ورايح يطلب ايد بنت، قال له مساء الخير عمو. قال له عمو حبيبي اهلا وسهلا فيك. قال له شفت بنتك انا وعجبتني وحبيتها. قال له خير؟ قال له انه عم فكر اتجوزها. قال له بتتجوز اهلا وسهلا فيك، بس انا مهر البنت بدك تدفع 50,000 دولار. قال له زك بدي احسب الليله. خلص الوقت بعد نهايه دورك. انا ايه
هلا هي قصة حقيقية يعني مزبوط. مش انه كثير ايه قولة. من فترة تعرفت على حكيم عيون وهيك وعم نظهر سوا وبنشوف بعض وعشوات وغدوات وهالقصص، فجاب لي وردة حمرا امبارح. حلو. ايه جاب لي وردة حمرا كثير حلوة هيك، حملها هيك قال لي رين شايفتيها للوردة؟ قلت له انه ايه شايفتها. قال لي وهلا بتعرفي شو عمليه؟ شو؟ قولي له انت شايفت شايف شايفها لرين بيقول لك ايه دوري وفلي بعد شو ادق له بعدك شايفها؟ وهلا خلينا نشوف كم مرة تضحك الفريق المساند لفريق جبل تيم، نشوف سوا. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ثمان مرات، وبقي برصيدهم $400. وهلا خلينا نشوف كم مرة ضحكوا الفريق المساند لفريق فوادي تيم، نشوف كمان سوا. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبع مرات، وبقي برصيدهم $500. إذن الفايز معنا هو فريق فوادي تيم يلي بقي برصيده مبلغ $500. ألف مبروك. بنهاية هالحلقة بشكر كل الكوميكازيين يلي شاركوا معنا الليلة. أنطوانيت عقيقي، فادي شربل، ريمو صليبة، فادي عيسى، جورج حريق، جوزيف عزوري. بشكر كمان الفريقين المساندين وألف مبروك للي ربحوا، وما تنسوا الموعد الثابت لضحكة من القلب من البرنامج المميز كوميكاز. كومي باي.